أكد تجار اللحوم والمواشي في الأسواق المحلية أنه لن يكون هناك نقص في اللحوم في شهر رمضان المبارك، بل سوف تكون هناك زيادة في الكميات المعروضة بأنواعها الطازجة والمجمدة. يرتبط شهر رمضان المبارك لدى البحرينيين بانتعاش أسواق اللحوم الحمراء باعتبارها مكونا رئيسيا للكثير من الأطباق التي يتميز بها الشهر الفضيل، لذا يتنوع المعروض في الأسواق من اللحوم المحلية والمستوردة لتشكل للمستهلكين فرصة الاختيار من بين المعروض. استعدادنا قوي، والشركات بالنسبة إلى اللحوم هالسنة متوفرة ومسوي برنامج خاص أساس شهر رمضان. كل تاجر يجيب أقل شيء شحنة من 80 إلى 100 قطعة من الأبقار، وكميات من الأغنام من 200 راس 300 راس، وهذا عدة تجار، مو تاجر واحد، تقريبا 8 إلى 6 إلى 7 تجار. تشهد الأسواق إقبالاً متزايداً على اللحوم الحمراء، حيث وصل معدل الزيادة على الطلب إلى 70%، أي أن المعروض يغطي الطلب المتزايد من المستهلكين على اللحوم الحمراء سواء الطازجة أو المجمدة. مجمد ما عليه خوف، لأن عندنا الرقابة الصحية كلش قوية، يعني يراقبونا من ينزل من الطيارة، ويراقبونا في المحلات، ويراقبونا في الأسواق، وراقبونا في الثلاجات، يعني الصحة عندنا كلش ممتازة وتراقب بشكل شديد. جميع أنواع اللحوم موجودة، الباكستاني والسوداني والأثيوبي والاسترالي والمحلي. مستعدين، أنا أورد لحم أجيبه من السودان، أجيب كمية يعني، واليوم توصلني كمية الحمد لله، توصلني اليوم حوالي 3 طن لحم بقر وطن واحد لحم خروف، هذه من طبعا من السودان. هذا العام لا وجود لأي نقص يذكر، فالسوق مفتوح للجميع، وعدد كبير من المستوردين يتنافسون في عرض اللحوم المجمدة والطازجة، فالكميات متوفرة والأسعار متفاوتة على حسب الكمية والنوعية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.